صباح الخير رحيم. اللغة الإنجليزية في الفقرة إن شاء الله سنتابع مع الصور التي كنا قد بدأناها في أول الأمر. في أول الصورة لهذه الفقرة، إذن عندنا هذه الصورة كما نلاحظ. That is your hat. That is your hat. It is on the table. It is on the table. إذن that is your hat. That is your hat. إذن المقصود به هنا؟ تلك قبعتك. تلك قبعتك. هل تنقولوا هذيك القبعة ديالك؟ شيئا ما بعيدة، كما نرى القبعة أنها بعيدة شيئا ما عن الشخص. إذا نقول That is your hat. It is on the table. هي على الطاولة. It is on the table. It is on the table. بعد عندنا Those are your hats. Those are your hats. تلك قبعاتك. لكن تنقل بالجمع. تلك تنقل بالجمع. تلك قبعاتك، مش قبعة واحدة، تلك قبعاتك أو قبعاتكم كما عندنا هنا. إذن those are your hats. They are on the table. They are on the table. إذن هما أو هم فوق الطاولة أو على الطاولة. ثم عندنا These are my hands. إذن هذه يدي، كما نقول هذه أيدي. إذن هذه يدي. إذا أتكلم عن يدين قريبتين مني وهما مني أقول these. إذن أستعمل these. هذه الجمع ديال this، ديال هذه أو هذا. فهمتي؟ These are my hands. ثم بعدها This is my right hand. This is my right hand. إذن this is my right hand. ثم this is my left hand. الجمع ديال hand hands، والجمع ديال this. إذن أقول this is my right hand. المقصود بها هذه يدي اليمنى. ثم بعدها This is my left hand. شنو المقصود بها؟ هذه يدي اليسرى. This is my left hand. ثم بعدها Those are your hands. إذن هنا those، هذه الجمع ديال this، الجمع ديالاش those، الجمع ديالاش that، الجمع ديال that، الجمع ديال that. إذن those are your hands. إذن تلك those are your hands. إذن تلك أيديك. إذن كما تنشوفو يور تنستعملو الجمع بحال اللي قلنا هنا Those are your hats. تلك كما نقول قبعاتك، ممكن أن تأتي في المعنى تلك قبعاتك، يعني أن القبعتين أو أكثر أن تعود لشخص واحد، وممكن كما في حالتنا هنا أن القبعات تعود لشخصين أو أكثر. Those are your hats. إذن كما عندنا هنا Those are your hands. إذن أتكلم عن يدين تعود لشخص واحد. إذن أستعمل يور شيء ما لك. إذن هذا يور كما نقول أن تأتي معنى لك أو لكم. أتكلم عن أشياء تعود لك، أشياء تعود لكم. إذن هذا يور تأتي في المعنيين. Those are your hands. ثم بعدها That is your right hand. هذه يدك اليوم. تستعمل أيضا your. شيء ما يعود لك أو أشياء ما تعود لكم. إذن أستعمل هذه your. That is your right hand. تلك يدك اليمنى. ثم بعدها That is your left hand. ثم عندنا His hat is on the table. His hat is on the table. ثم بعدها
He will take his hat off the table. Ah, he will take his hat off the table. He will take his hat off the table. هو كنشوف عندنا ويل هنا وعندنا تيك تيك يعني انه ياخذ ثم عندنا ويل شنو المقصود بهذا الكلام هذا عندنا الفيرب قبل من ويل هو سياخذ اذا هو سياخذ اذا هاد ويل تدل على المستقبل تدل على المستقبل اذا عندنا الفعل هنا سيكون في المستقبل هي ويل تيك المقصود بانه سياخذ هي ويل تيك هيز هات of the table إذن هو سيأخذ his hat طربوشه أو قبعته of the table من على الطاولة هنا عندنا في الحقيقة take off هنا عندنا فعل take off he will take off the table إذن هو سيرفع أو سيأخذ من فوق الطاولة he will take off the table هو سيأخذ أو سيرفع من فوق الطاولة سيأخذ أو سيرفع ماذا his hat تأتي بين فعل take ثم حرف of he will take his hat off the table 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 الآن كما تلاحظوا he is taking it off the table he is taking it off the table He is taking it off the table. He is taking it off the table. شو المقصود بها؟ تنشوفوا take زادوا لواحد ing. علاش زادوا هادي؟ حقاش الفعل باقي مستمر. الفعل مستمر. الفعل مستمر. يعني أن الفعل جاري بالعمل. إذا نتكلم عن الفعل مستمر. كما نلاحظ هو يأخذ. هو الآن كما تنقولوا احنا سيرتي يأخذ. هذا المعنى هذيك سير هي هاد اي ان جي تنزلوا للفعل سيرتي ياكل هي از ايتين مثلا هي از ايتين اذا هو سيرتي ياكل فهمتي اذا عندنا هنا هي از تيكين ات اوف ذا تيبل هو ياخذهم من فوق الطاوله او هو ياخذهم من فوق الطاوله المقصود هنا هي از تيكين هيز هات اوف ذا تيبل الحمد لله هذه ايت تتعوض لنا his hat had it تعود لنا his hat يعني قبعته إذن هنا بدل أن نقول he is taking his hat off the table إذن نقول he is taking it off the table هو يأخذها من فوق الطاولة يأخذ ماذا؟ يأخذ قبعته he is taking his hat off the table he is taking his hat off the table ثم بعدها عندنا he took it off the table he took it off the table He took it off the table. 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 هو رفعها من الطاولة. رفعها. إذا هو أخذها. هذا هو المقصود. هو أخذها من فوق الطاولة. إذا كما تلاحظوا بأن الفعل قد تم. هذا الشيء ما استعملناش نتيك. إذا استعملنا الماضي اللي هو talk. فهمتي؟ He took it off the table. إذا استعملنا الماضي ديال الفعل. He took it off the table. إذا هو أخذه من فوق الطاولة. إذا فعل take في الماضي تصبح took. فهمتي؟ He took it off the table. إذا هو أخذه من فوق الطاولة. He took it off the table. He took it off the table. ثم عندنا He will put his hat on his head. He will put his hat on his head. عندنا the verb to put the verb to put شو مقصود به هذا فعل c'est le verbe mettre شو مقصود le verbe mettre وضع وين موضعش تافلة حتى نتكلم على the verb to put يعني le verbe mettre ولكن the verb to put كما تنشوفو راه قبل منه ويل الفعل لم يتم بعد فهمتي إذن he will put his hat on his head إذن هي ويل بوت شو المقصود بها؟ سيضعها هو سيضع ماذا؟ بعدنا سيضعها هنا سيضع ماذا سيضع؟ قبعته فوق رأسه سيضع قبعته فوق رأسه He will put his hat on his head إذن هو سيضع قبعته على رأسه He will put his hat on his head سيضع قبعته على رأسه He will put his hat on his head He will put his hat on his head He will put his hat on his head.
He will put his hat on his head. He will put his hat on his head. He will put his hat on his head. He will put his hat on his head. إذن هو سيضع قبعته على رأسه. ثم عندنا he is. He is putting his hat on his head. He is putting. He is putting. He is putting his hat on his head. He is putting his hat on his head. شنو قصدنا؟ عندنا ing بعد فعل put. هاد ing تتعني بأن الفعل ing تتعني بأن الفعل يستمع. يعني أنه مستمر. جاري العمل عليه. جاري العمل عليه. يعني أنه في استمرار. أنه سائر في الاستمرار. إذا المقصود هنا he is putting. He is putting his hat on his. He is putting. He is putting. ولا يزال في استمرار وضع قبعته على. هو أثناء وضع. هو أثناء وضع قبعته على رأسه. إذا هو سير في وضع. إذا هذا الوضع هو مستمر. هذاك الشيء تنزيدو هاد ing. إذن he is putting his hat on his head. He is putting his hat on his head. ثم بعدها he put. He put his hat on his head. He put it on. He put his hat on his head. He put it on. He put his hat on his head. هو يضع القبعة على رأسه. ثم he put it on. لا بغيناش نذكر القبعة وما بغيناش نذكر his head. He put his hat on his head. He put it on. He put his hat on his head. ثم. He put it on. ثم it was. It was on the table. It was on the table. كما تنشوفو. بقى غير لاطراز ديالها. It was on the table. شنو المقصود بها؟ كانت قبعة فوق الطاولة. كانت فوق الطاولة. عندنا هنا هي كانت فوق الطاولة. أو هو كان فوق الطاولة. عندنا هاد it. تتعود عن القبعة الغير العاقلة. إذن it was on the table. عندنا was. اش من فعل هذا؟ to be. It's the verb to be. اش من طو؟ in the past. In the past. يعني أنا في الماضي. تنقول it is. يعني هي كائن الآن. It was. كانت. I am. You are. He is. She is. It is. Had. Is. الماضي دياله هو had was. الماضي ديالها هو دواز ياك. إذا تنقول I was you were تنقول I was you were he was she was it was. عندي إذا تنتكلم على الماضي ديال الفعل to be. إذا عندنا هنا it was on the table. It was on the table. هي كانت على الطاولة ولكن فين هي الآن؟ فين كاينة الآن؟ هي كانت على الطاولة ولم تعد، لكن أين هي الآن؟ It is. It is on his head. 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 هي الآن على رأسه. It was on the table. It is on his head. It was on the table. It is on his head. It is on the table. It is on his head. It was. It was on the table. It is on his head. It is on his head. It is on his head. ثم عندنا he will. He will take his hat off his head. He will take his hat off his head. هو سيأخذ. ماذا سيأخذ؟ عندنا take قبل منه will. يعني هو سيأخذ. إذن he will take his hat. هو سيأخذ. هو سيأخذ قبعته من رأسه. هو سيأخذ القبعة من فوق رأسه. Hat head. He will take his hat on his head. إذن هو سيأخذ قبعته من فوق رأسه. He will take his hat off his head. He will take his hat off his head. ثم عندنا he is. He is taking his hat off his head. He is taking his hat on his head. هو سير تياخذ في القبعة من فوق رأسه. إذن هو أثناء أخذ القبعة من فوق رأسه. He is taking his hat off his head. إذن نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.